وبركاته أوقاتكم. السلام عليكم. الأخضر يكثف تحضيراته للعراق والشائعات تلاحق العنزي بعد مغادرته المعسكر. شيك كل 50 مليون ريال، هل يجبر إدارة الفايز على الاستقالة؟ رئيس أعضاء الشرف يجيب. 6 أندية تتقاسم المقاعد في القائمة المثالية للجولة 9 من دوري عبد اللطيف جميل. أهلا بكم. يواصل المنتخب السعودي تحضيراته للقاء العراق في الجولة 4 من تصفية آسيا التأهيلية لنهائيات كأس القارة التي تحتضنها استراليا بعد 13 شهرا. والتحق عبد الله العويشير حارس الفتح بالمعسكر الأخضر معوضا غياب عبد الله العنزي لاعب النصر المستبعد بسبب الإصابة وفق تصريحات مدير المنتخب زكي الصالح. يذكر أن الأخضر يحتاج إلى نقطة من 3 مباريات لإعلان تأهله رسميا إلى النهائيات. من الخبر، حيث معسكر المنتخب السعودي يلتحق بنا زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول. كابتن أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كابتن، يعني كيف تقيم اليومين الماضيين من المعسكر؟ يعني إلى أي درجة وصلت الجاهزية والاستعداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لين أخوي بتال، أرحب فيك وفي مشاهدين في المرمى. الحمد لله أمورنا إلى الآن حسب ما هو موضوع الآن من البرنامج من قبل السيد لوبيز كارو، الأمور يعني ماشية على قدم وساق. التحضيرات زي ما هي مرسوم لها في البرنامج الفني، كل الأمور عندنا الحمد لله إلى هذه اللحظة جيدة الحمد لله. كابتن، تفاجأ الجمهور المتابع بوجود إصابات في اللاعبين لحظة انضمامهم للمعسكر، تحدث عن يعني خلينا نقول 3 إلى 4 أسماء، ايش تعلق على هالموضوع؟ طبعا ما في شك، يعني الكل، يعني كل المتابعين الكل يدرك انه طبعا احنا يبدا معسكرنا دائما المنتخب السعودي بعد اخر جوله يشارك فيها جميع اللاعبين مع انديتهم، ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض الاصابات او يعني ممكن يكون اجهاد، ممكن يكون شد عضلي، ممكن يكون كدمات، وهذا من الطبيعي. يعني احنا طبعا في المنتخب من اول يوم يبدا عندنا كشف شامل لجميع اللاعبين، و طبعا لا نستعجل كثيرا على اصابات اللاعبين، لان الاصابات يعني ممكن في بعضها تتحسن، ممكن بعضها يعني من خلال الجهاز الطبي يتم معالجتها ويتم استمراريه اللاعبين، ولكن لما نتاكد ان اللاعب لا يستطيع اكمال المشوار مع الاخضر فما في شك يتم استبعاده. جميل كابتن، يعني حتى الان اللعيبه الموجودين كلهم قادرين على الوصول الى الصين إلى مباراة الثلاثاء المقبل مش الجمعة؟ أتكلم عن الاستعداد الصحي الآن البدني. الحمد لله، يعني ما في شك الحمد لله إلى هذه اللحظة جميع اللاعبين في صحة جيدة، وطبعا خضنا المباراة الأخيرة وجميع اللاعبين شاركوا في هذه المباراة، وأعتقد أن الملعب هو خير يعني برهان ودليل على صحة جميع اللاعبين الموجودين في هذه اللحظة. جميل كابتن، تناقلت الصحف اليوم تصريحاتك حول استبعاد عبد الله العنزي. يعني كان هناك اختلاف في التصريح، يعني مثلا في صحيفة عكاظ كان هناك تصريح انه عبد الله العنزي بناء على رغبته تم استبعاده، هذا كان في صحيفة عكاظ. في بعض الصحف الاخرى لم تذكر هذه الجملة نقلا على لسانك وفي توضيحاتك، بماذا تعلق؟ طبعا اللي انا اقوله ان انا لي تصريح في عالم الرياضه في القناه السعوديه الرياضيه صوت وصوره، وكان التصريح يشمل ما حدث لاستبعاد اللاعب الخلوق عبد الله العنزي، وكان كلامي واضح. اذا كان الكلام هذا قيل في الجريده لكن ما قيل في كل الجرائد هذا شيء ثاني يعود الى الصحيفه نفسها، ولكن انا اؤكد ان اللاعب طبعا يستحق انضمامه الى المنتخب، وبناء على قرار المدرب لوبيز كارو تم انضمام اللاعب، واللاعب وصل الينا هو وزملاء اللاعبين ال 28 وكانوا محل ثقه لتمثيل الاخضر في المشاركات القادمه، ولكن ظروف الاصابه زي اي لاعب ممكن لو ما استطاع تكمله المشوار بناء على قرار الجهاز الطبي واكيد يتم استبعاده، ولكن يعني اللاعب كان وجوده باستحقاق فني، والمدرب كان يعني عن قناعه تامه فنيه. نعم. ضم عبد الله العنزي مع باقي زملاء اللاعبين، ولاعب صغير وله مستقبل ان شاء الله قادم ان شاء الله، وان شاء الله يكون في الاستحقاقات القادمه متواجد مع الاخضر ان
شاء الله. ان شاء الله كابتن، يعني الشائعات تلاحق عبد الله انه ليش ما ينضم، وبعدين لما ننضم مبعد ليش ابعد، وهو ما يبغى يلعب في المنتخب، يعني كلام كثير. بس اللي يدعم هالشائعات كابتن انه طبيب المنتخب ما تحدث، ما قال اصلا اصابه العنزي كم تحتاج وقت، يعني هذا خلى باب الشائعات مفتوح. ليش ما طلع او ما كان في توضيح كامل لاصابته ومده علاجها؟ لا طبعا التوضيح ما هو مخفي على الجميع. من يريد الاستفسار احنا مستعدين للاستفسار، وانا قلت لك تحدثت بشكل كامل عن اصابته، وايضا تم ارسال التقرير الطبي الى نادي النصر لانه هو ناديه، وهناك متابعه تامه من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، وايضا تواصل مع الجهاز الطبي بنادي النصر. وعبد الله العنزي عنده التهاب في الركبه ويحتاج الى وقت، الوقت ما هو طويل. متى ما انضبط اللاعب في برنامج العلاجي ومتى ما وضع له البرنامج العلاجي الجيد، قادر اللاعب على ان يعود. وبصراحه يعني يجب ان لا نهول الاصابه كثيرا. صحيح. يعني اللاعب صراحه كان يعني سعيد جدا بالانضمام ومع زملائه، وفعلا يعني كان يحاول انه هو يكون مع ضمن المجموعه اللي تدافع عن الاخضر في هذا المشوار. ولكن طبعا الاصابه هذه وارده للاعب، اللاعب انضم طبعا قبل مباراه الاتفاق، ولكن من خلال مباراه الاتفاق شعر بهذه الاصابه، ومع ذلك اتى الى المنتخب وتم الكشف. طبعا من خلال الكشف احنا لا نستعجل على اللاعب بعاده للنادي، لان يهمنا جميع اللاعبين اللي تم اختيارهم. جميل. لاعب حاول ان يكون متواجد معنا في التمرين الاولي، عمل له اختبار طبي، شارك في الجزء الاول من التدريب الاولي في اليوم الاول، ولكن اليوم الثاني حاول انه يكمل التدريب ما استطاع. باقي الزملاء اللي مثلا زي احمد عسيري وابراهيم غالب ايضا كانوا يشعرون ببعض الاصابات والالام، لكن الحمد لله تجاوزوا هذه المرحله. فبما انهم تجاوزوا هذه المرحله سيكملون المشوار معنا. ولكن عبد الله للاسف، وانا اقولها للاسف، لم يتجاوز التمرين الثاني مع زملاء اللاعبين، ولذلك مصلحه الاهم صحه اللاعب بالنسبه لنا فوق كل اعتبار، لان اللاعب صغير وقدامه مستقبل، ولن نخاطر باللاعب لانه ممكن تتفاقم الاصابه. لكن الاهم بالنسبه لنا احنا ان شاء الله الموجودين فيهم الخير والبركه، والمشوار ان شاء الله مستمر للاخضر. كابتن زكي، هل المنتخب يتدخل في عوده عبد الله العنزي للعب مع ناديه؟ يعني مثلا يقول له ما تلعب الا بعد ان يراك طبيب المنتخب مثلا؟ حصلت في اصابات سابقه. لا عبد الله العنزي الان عبد الله العنزي موجود الان في نادي النصر، ومن يشرف على علاجه هو الجهاز الطبي لنادي النصر، و ما اعتقد انه يعني راح تطول اصابته. انا شخصيا يعني حسب ما تحدثنا مع الاطباء وشرحوا له البرنامج حقه، متى ما يعني وضع له البرنامج الطبي الجيد، ومتى ما وضع اللاعب انتظم في العلاج، يعني الاصابه ما هي مقلقه كثير. لكن احنا برنامج المنتخب قصير، وسفرنا يعني راح يكون بعد المباراه مباشره، اضف اليه ان احنا محتاجين ان يكون عندنا وجود اربع حراس جاهزين للمباريتين هذه. فطبعا تم استبعاد عبد الله، ولكن لو كان في وقت كافي وطويل وكان ممكن يستمر معنا اللاعب. جميل. كابتن، مباراه في الشرقيه، اول مباراه في التصفيات يلعبها المنتخب في الشرقيه، لعب او ثاني مباراه، متفائلين؟ متوقع يكون في دعم ومسانده جماهيريه؟ واذا تحب تدعو الجمهور بعد. طبعا ما في شك، احنا بدينا من خلال المنطقه الشرقيه، بدينا من الدمام في مباراتنا. نعم. مع الصين في فبراير، ومن الصدف يا بتال انا طلعت وياك في نفس البرنامج. نعم. والحمد لله كان الحضور الجماهيري مشرف صراحة، ولا زلت أقول لن أنسى هذيك المباراة، ولن أنسى الحضور الجماهيري الكبير والقوي. أتمنى إن شاء الله أن يساندونا، لأن المباراة ما هي سهلة والمباراة هي صعبة، ولا أتمنى أن يكون هناك أي شعور بأن المباراة ممكن تكون سهلة على المنتخب الأخضر. لكن ثقتنا في نجومنا، ثقتنا في حضور الجماهير، أيضا ثقتنا في الجهاز الفني واللاعبين بأنهم يقدموا صورة جيدة عن الكرة السعودية في مباراتنا إن شاء الله يوم الجمعة. شكرا جزيلا كابتن زكي الصالح، مدير المنتخب السعودي الأول. أرجو لكم التوفيق في المباراتين القادمة، تعلنون التأهل بشكل رسمي إلى أستراليا 2015. شكرا زكي الصالح. عبر الهاتف يلتحق بنا الآن كابتن عبد الله العنزي، حارس نادي النصر، المبعد أو المستبعد من معسكر المنتخب السعودي. عبد الله، أهلا بك معنا. عبد الله، أهلا أخوي بتال. صرت قضية، يعني إذا ما ضموك قضية وإذا ضموك وبعدوك قضية،
وصاير قضية على طول، وطبعا هذا قدر جيد ليس قدر سيء طبعا أن تكون قضية دائما. عبد الله، يعني وصلت الموضوع إلى الطرفة أنك صحيت ولقيت نفسك مصاب، أنك ما تبغى تلعب للمنتخب، أنك تبغى تحضر نفسك كويس لمباراة الديربي والمنتخب ياخذ تفكيرك، أشياء كثيرة سمعناها في الوسط الرياضي، أسمع منك. أول شيء مساء لك أخوي بتال ومساء على جميع المشاهدين. طبعا صار فيها كلام كثير وفيها أخبار، عبد الله ليش ما يستدعى، عبد الله استدعى وطلع مصاب، عبد الله ما يبغى. طبعا الشيء المهم بالنسبة لي واللي هو مدرب المنتخب، نعم، وإدارة المنتخب وزملاء اللاعبين الموجودين في المنتخب، لكن ما يهتم برا هذا، كل هالأشياء هذه ما تعني لي أي شيء. طبعا انضمام المنتخب هذا شرف كبير، واي لاعب يتمنى ويحلم وانه يمثل منتخب بلاده. جميل. ما يشاع، يعني انا قلت لك المهم بالنسبه لي مدرب المنتخب واداره المنتخب وزملاء اللاعبين. طيب شو اللي صار بالضبط في اصابتك؟ طبعا انت قضيه قبل ما تنضم، وانت قلتها قبل شوي، بس الحين بعد ما انضميت وصارت الاصابه، شلون اصبت؟ والله شوف اخوي بالتالي، يمكن تقريبا هي يمكن من اخر ثلاث جولات من مباراه العروبة كنت اشعر في الالام. اي يمكن كان بعد تقريبا بعد كل مباراه العبها في النادي، في نادينا اي مباراه رقميه كنت العبها احتاج تقريبا بعد المباراه الى يومين راحه. أي. ما كنت اتمرن بعد اي مباراه، ما كنت اتمرن يعني بشكل مستمر يعني. اي الين ما تخف الالام وانزل للتمرين. مباراه الاتفاق حسيت فيها، انت عارف اخوي بتال انه طول الفتره اللي راحت عبد الله ليش ما يستدعى، عبد الله ليش ما يستدعى، نعم، انه تكلموا وقالوا كثير انه المدرب صرح انه كحارس رابع وانه في كلام، يعني وصل كلام كثير، قالوا انك انت بسعودي يعني، حتى قالوا انت عبد الله مو بسعودي، يعني كلام كثير، خلينا نسمع منك. صحيح صحيح، لكن كل هالكلام يعني انا اول ما جيت يعني مهما جلست مع المدرب وتكلم معي، لقيت يعني المدرب كان يتكلم معي بكل احترام وبكل تقدير، وكان يدعمني نفسيا ومعنويا، وانه لا تفكر في الاشياء اللي كانت تصير برا. بالعكس برضو اداره المنتخب نفس الشيء، كانوا يتكلمون معي بنفس الشيء، الاستاذ سلمان القريني، الاستاذ زكي الصالح، برضو حتى الاستاذ احمد عيد اول ما جيت انه كان كل الكلام هذا لا تفكر فيه وخل تفكيرك مصاب داخل الملعب. ممتاز. وهذا الشيء اللي كنت افكر فيه، لكن الحمد لله رجعت مباراه اتفاق، فكنت انت عارف اخوي بتال لو ما رحت المعسكر، نعم، وتكلمت اني مصاب من قبل المعسكر فيها كلام ثاني، فقلت اروح للمعسكر واخلي نفس الدكاتره يشرفون دكاتره المنتخب اللي هو الدكتور صالح الحارثي الدكتور جمال، نعم، وعملت اشعه. طيب اشعه مقطعيه والحمد لله، يعني هذا امر الله في الاول والاخير، واقول ان شاء الله انها خير باذن الله. ارجو لك التوفيق. عبد الله، الغريب انه ما قالوا لك العلاج بيستمر كم، كل اصابه لها فتره علاج، بس انت مفتوحه يعني، انت تبغى ترجع ترجع ولا؟ والله شوف اخوي بتال، هي على حسب استجابتك يعني، من لاعب للاعب تفرق. ممكن انا استجيب العلاج ممكن في شهر، غير يمكن يستجيب العلاج في اسبوع او اسبوعين، فتختلف من لاعب للاعب على حسب استجابه العلاج. طيب الطبيب المنتخب كم قال لك يوم؟ والله ما حدد طبيب يعني النادي، لكن ولا طبيب النادي، اعطاني دكتور المنتخب برنامج انا ماشي عليه مع الدكتور اللي في النادي، بالاضافه طبعا دكتور النادي يضيف اشياء من عنده. أي. الى الان ما في مده معينه ومده محدد، لكن في الاول والاخير انا مثل ما قلت لك انه هذا كلام يعني ما اتوقع انه في وقته، والمنتخب السعودي مقبل على مباراه مهمه مثل مباراه العراق، اتمنى الجميع انه يوقف مع اللاعبين المنتخب الموجودين، يتركون الكلام اللي لا يقدم ولا ياخر، يكون التفكير كله مصب كيف المنتخب السعودي يوقف يعدي هالمباراه المهمه ويتاهل باذن الله. وانا يعني احب يعني اشيد بالتعامل اللي لقيته من المدرب ومن اداره المنتخب، يعني شيء يعني انا ما كنت اتوقع انه بتوصل طريقه التعامل بالطريقه هذه. جميل. عبد الله، يعني اجمالا من مباراه العروبه انت تقول وعندك اصابه، يعني من قبل التوقف الاول. طب ليش قاعد تضغط على نفسك وتلعب وانت مصاب؟ ليش ما تعالج؟ والله شوف اخوي بتال، يعني يمكن ضحيت في شيء، يمكن عشان الفريق كان ماشي بخطوات ثابته، ما كان الفريق يحتمل اي نقص، مع ان الموجودين كلهم فيهم الخير والبركه، لكن الحمد لله يعني ما كنت اتوقع ان الامور توصل لهالدرجه. الى الان انا اقول لك الاصابه ما هي ذيك الاصابه اللي تمنعني يمكن فترات طويله، الحمد لله يعني فيها في الام في وتر الركبه، هي نفس الركبه اللي سويت فيها العمليه
تقريبا نهاية الموسم الماضي، يعني رجعت نفس الآلام تقريبا. تمرنت التمرين الأول حسيت في آلام مضاعفة، التمرين الثاني سويت اختبار دخلت التمرين ما قدرت أكمل التمرين لأن حسيت الآلام بدأت تتضاعف. طبعا أنت عارف في الفترة فترة المعسكر كلها تقريبا 11-12 يوم، فالمنتخب يبحث عن الأجهز. نعم. يعني مو جالس يجامل عبد الله يجلس في المعسكر عشان اسم عبد الله ولا شيء، يدور على الجاهز والأفضل. صحيح. أرجو لك التوفيق عبد الله العنزي حارس النصر والدولي المستبعد من معسكر المنتخب السعودي. شكرا على هذه التوضيحات عبد الله، شكرا لزكي الصالح من قبل، شكرا لك. عبد الله ولكل زملاء في معسكر المنتخب السعودي، مباراة يوم الجمعة، وقفة قصيرة نعود بعدها لنتابع في المرمى وفي شيك 50 مليون ريال. هل ينقذ الاتحاد من أزمة المال؟ كبير الشرفيين يجيب. مقاعد القائمة المثالية في الجولة التاسعة تتوزع بين 6 أندية، وهزازي يظهر للمرة الأولى.